ليكزيرسيس الاول سي ان جو ا 3 وين نحوسوا توجور كونسيرفاسيون هنا سيرتو هنا في لو دوزيام اكزيرسيس فيه لو دومي اكسونتري سي ان جو ا 3 ستاج ضم 25 مطربس من الشرق الجزائري، يعني من الرابطة الجزائرية القدم باتنا قسنطينة وعنابة، يدخلوا دونك دروس نظرية ودروس تطبيقية من خلال المتربصين. راح أكيد أنه نعطوهم كل ما هو جديد في عالم التدريب من الجانب البدني، من الجانب التقني، ومن الجانب التكتيكي. كانت مرحلة أولى في مدينة سيرايدي، واليوم رانا في المرحلة الثانية، وبقاو مرحلتين لهذا المتربصين إن شاء الله باش ياخذوا هذه الشهادة. الحمد لله قاعدين يقدموا لنا في إضافات علمية لا بأس بها اللي راح نعملوا بها في الميدان، زيادة على الاحتكاك مع الزملاء المدربين. يعني هذا اللي حمد لنا فرصة كبيرة باش نطوروا من مهارات التدريب تاعنا.